بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد، حلقه جديده خطيره ان شاء الله تعجبكم. عاملين وصفتين سهلين قوي وطعمهم حلو. اول وصفه هنعمل بيتزا بس بالجلاش. بصوا، هي تمشي فطيره وتمشي بيتزا وطعمها تحفه، سهله جدا، مكوناتها عاديه، تقدروا تعملوها في الغداء، طبق جانبي، في العشاء، في المدرسه، يعني ظريفه جدا، طعمها حادق كده، خطيره، هتعجبكم قوي وسهلة كده. الوصفة التانية هنعمل الشوكولاتة بجوز الهند، برضو خطيرة، اختراع، بسيطة جدا. هما 3 مكونات، هنعملها شبه اللي بنجيبها من المحلات دي، بس انضف بقى في البيت وبتاع، ومدلعينها كده، وشكلها ظريف وطعمها حلو. ان شاء الله يا رب الحلقة تعجبكم النهاردة. فاصل بسرعة ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل بيتزا جلاش، خليكم معانا. هنعمل اول وصفه دلوقتي بيتزا الجلاش، وصفه ظريفه وسهله جدا، معانا لفه جلاش حلوه كده وشويه مكونات. انا هحط فيها سجق، بسطرمه، عايزين تحطوا بواقي لحمه مفرومه، عايزين تخلوها جبن بس، ميكس جبن مثلا، يعني زي ما انتوا عايزين. هي لفه الجلاش وكم حته كده من السجق، هنشوحهم ونسوي السجق. معانا فلفل رومي اخضر شرايح، طماطم متقطعه شرايح، بصل برضو طبعا، ده براحتكم، عايزين تشيلوا البصل، عايزين تشيلوا الفلفل، يعني كلها انتوا عارفين المكونات التوبينج اللي على مزاجكم تقدروا تعملوها. معانا جبنه رومي مبشوره، معانا بسطرمه، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا. هنحتاج ايه بقى؟ خليط كده ما بين السمنه واللبن، حبه لبن كده، تقريبا نص كوبايه لبن عليهم 3 معالق كبار من السمنه، علشان هندهن بيهم رقائق الطبقات الجلاش. هنحتاج كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، او ممكن نستبدلها ببيضه، مفيش مشكله، يعني اما ممكن نحط بيضه او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ملح وفلفل. ممكن نحتاج برضو صوص بيتزا لو انتوا عايزين، عملناه مع بعض قبل كده وهقول لكم برضو يتعمل ازاي. بصل باودر، توم باودر، بابريكا، زعتر، زيت زيتون، ده مع الصلصه علشان نعمل صوص البيتزا. تمام، لو تحبوا تعملوا صوص بيتزا معاهم، او عايزينها تبقى بس بيتزا الجلاش كده من غير صلصه الطماطم بتاعه البيتزا، برضو بتبقى ظريفه جدا. بصوا، خطيره. هقول لكم حالا هعمل ايه. انا معايا طاسه سخنه، عايزه اشوح السجق واسويه عشان يبقى جاهز معايا في الحشوه. اهو بس كده، ولا حطيت زيت ولا حطيت اي حاجه، السجق هينزل كل دهونه حالا دلوقتي ويبقى جاهز معايا. وانا معايا شويه سجق تانيين اهم مستويين، هبقى احطهم مع بعض، بس اسوي الاول اللي في الطاسه كده. وعقبال بقى ما يحصل كده، تعالوا بقى نجيب الجلاش. يعني بحس ان لفه الجلاش دي صديقه الام المصريه. لازم كده يبقى فيه في الفريزر لفه، لفتين، طوارئ، طبق جانبي، حد جايلك فجأة بتطلعي لفة الجلاش، ممكن تحطيها أصلا في المايكرويف 30 ثانية وبعدين تقلبيها الناحية التانية 30 ثانية كمان، هتلاقي الجلاش استوى ايه قصدي فك، وتقومي على طول عاملة له اختراع، عاملة صينية، عاملة بيتزا زي ما أنا هعمل دلوقتي. بتبقى سهلة جدا وترمي معاكي لو حد جايلك فجأة، أو راجعة من بره متأخرة ومعاكي يعني عندك اكل بايت مثلا وعايزه تدعميه بطبق جانبي مثلا ولا حاجه، فساعتها الجلاش تلاقيه على طول ظهر بقى يعمل لك حركات اهو. بس انا عايزه كده افتحه، انا فتحته، اجيبه كده على جنب ونجيب الصينيه الحلوه دي. وزي ما قلت لكم انا معايا خليط من السمنه واللبن، ممكن نكسر بيضه او نحط بيكنج باودر، انا ممكن احط بيكنج باودر معاهم كده وبالشوكه، هقلب البيكنج باودر مع اللبن والسمنه كده، السجق هنا ايه نزل دهونه وتشوح اهو زي الفل، هطفي عليه بقى
وهجيب الفرشه، تعالي يا فرشه. هدهن كده ايه الرق الاولاني بالخلطه اللي احنا عاملينها دي، خلطه السمنه مع اللبن ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، واخد كده ايه رقين من الجلاش احطهم واتنيهم كده. الصينيه اللي انا عاملاها دي كبيره، فهاخد رقين كمان هنا كده اهو، وندهن الخلطة بالشكل ده على الجلاش. الخلطة اللي احنا عاملينها دي هتعمل توريقة كده وتخليه ايه طعمه ظريف جدا ومنفوخ، يعني البيكنج حرقة البيكنج باودر مع السمنة دي، او ممكن نستبدل البيكنج باودر بالبيضة، كسري بيضة معاهم بس كده اهو، وكمان رقين براحتك بقى. عايزه تعملي اللفه كلها، عايزه تعملي بس نص لفه، براحتك كده. وبرده ندهن، يعني انا شايفه مثلا نص لفه الجلاش تعمل لك صينيه حلوه كده اهو. تاني برضو، لان انا بحط، خلي بالكم، بحط بالرقين مش رق واحد كده. وكمان كده هعمل ايه بقى؟ هبتدي بقى احط بقى التوبينج بتاع البيتزا. بعد ما ظبطنا كده، انا معايا صوص البيتزا. صوص البيتزا بنعمله ازاي؟ طاسة على النار فيها مثلا معلقتين ثلاثة كبار من معجون صلصة الطماطم، ملح، فلفل، زعتر او ممكن ريحان او ممكن روزماري براحتك، مجفف او فريش، كل ده ينفع. هنحطه، نحط بصل باودر، توم باودر، بابريكا وملح وفلفل، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، وممكن برضو 3-4 معالق من المية، وتقلبي الصوص ده لغاية ما يغلي كده. لو حسيتي ان هو تقيل شوية حط شوية مية كمان لغاية لما يبقى صوص بيتزا كده مظبوط معاكي. بس استخدميه في البيتزا، خطير. انا اوقات بعمل برطمان صلصة كامل بنفس الطريقة دي، وبزود بقى طبعا التوابل وكل الحاجات، وارجعه تاني في نفس البرطمان واشيله في التلاجة. وقت ما ببقى عايز اعمل بيتزا الاقي على طول صوص البيتزا جاهز معايا في البرطمان اللي انا عاملاه كده. انا ايه دهنت صوص بيتزا كده اهو، يعني يفضل الحاجات اللي احنا بقى نحطها على الجلاش تبقى مش سخنه، يعني تبقي عامله صوص البيتزا كده ومرتاح وزي الفل. وانا برضو هنا معايا السجق المستوي ده، لان انا خايفه استخدم السخن علشان ما يقطعش، يعني ما يخليش الجلاش يتفرول من السخونية. فانا هستخدم ايه السجق المستوي اللي معايا ده. احنا محضرين حبة كده مستويين عشان يبقى بارد لما ينزل على الجلاش. وزي ما قلتلكوا تقدروا تستغنوا عن السجق اصلا خالص، مش لازم، ممكن تحطوا اي حاجة تانية تحبوها او تستكفوا بانها تبقى على الوش جبن بس، مفيش مشكلة كده مثلا. ومعانا كمان شوية بسطرمة، هنحط كده بسطرمة. معانا شوية فلفل رومي أخضر وبرضو أحمر، ممكن تحطه طماطم، دي طماطم متقطعة شرايح ومتشال منها البذر بتاعها، يعني احنا واخدين بس ايه غلاف الطماطماية لكن قلبها دوت لأ، عشان ما ينزلش مية في الجلاش. لو ليكوا مزاج كده لكام شريحة بصل هتبقى ظريفة لو تحبوا كده. ومعنا بقى شوية جبنة، جبنة رومي مبشورة، يعني أنا في رأيي الجبنة الرومي أهم من الجبنة الشيدر في الوصفة دي. عايزة تحطي الاتنين تمام، بس لو هتحطي نوع واحد حطي جبنة رومي هتبقى أحلى بكتير
وجبنة موتزاريلا بس كده، وندخل الصينية الظريفة دي في الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة تقريبا يعني 25 دقيقة ولا حاجة. هتلاقي الجبنة ساحت شكل الجلاش كده على الأطراف، بان ان هو استوى، بتطلعيها تهدى وتبرد. بصوا بقى خطيرة، عايزة تحطي من الخلطة بتاعت السمنة واللبن الحليب على الوش كده كم معلقة، يعني احنا ممكن نعمل كده دلوقتي اهو اللي فيها البيكنج باودر والسمنة واللبن كده، هتديها برضو ايه طراوة كده خفيفة خصوصا على الأطراف بس كده. دخلوا الصينية دي بقى الفرن تخرج، احنا عاملين واحدة بصوا تجنن. قطعيها بقى مربعات، قطعيها مثلثات كبيرة براحتك، خطيرة، طعمها تحفة وسهلة، ولا عجننا ولا عملنا اي حاجة، حطي على الوش اللي انت عايزاه وبالهنا والشفا، خطيرة، جربوها. انا هدخل دي الفرن وهنروح فاصل ونرجع على طول بعد الفاصل بمكونين وشوكولاتة، هنعمل شوكولاتة جوز الهند اللذيذة اللي احنا بنجيبها من بره دي، ان شاء الله تعجبكم، خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي وصفه شوكولاته جوز الهند اللذيذه الحلوه اللي احنا بنجيبها من بره. هقول لكم على المكونات، مكونات بسيطه جدا، وانتوا كمان تقدروا تلعبوا في الشكل بتاعها، يعني مش لازم نعملها شبه بتاعه بره، يعني مش يعني احنا دايما بنحب نعمل الحاجات اللي شبه بره في الشكل اوقات، وحلو ان احنا كمان ممكن نفتكس، يعني نعمل في الشكل مختلف بس الطعم هو هو. ايه بقى القصه؟ بصوا انا معايا جوز هند ناعم، عايزينه ناعم مش خشن قوي، خلوا بالكم. الجوز الهند بيتباع في السوبر ماركت او عند العطار او محلات مستلزمات الحلويات، وانا انصحكم ان انتوا يعني تتعاملوا مع محلات مستلزمات الحلويات عشان بيبقى جوز الهند بتاعهم كده ايه برضو ظريف وفريش ومناسب للحلويات غير بتاع العطار او بتاع السوبر ماركت. تمام، هنقول مثلا كوبايتين من جوز الهند المبشور بشر ناعم، معانا كوبايه من الحليب المكثف المحلى، تمام، كوباية حلوة كده، ونفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها جوز الهند، يعني انا عايرت بنفس الكوباية كوبايتين جوز هند، يبقى نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها هاخدها اعاير بيها اللبن المكثف المحلى. ومعانا شوكولاتة بقى ظريفة سايحة، سيحناها في حمام مائي على النار او ممكن تسيحوها في المايكرويف براحتكم، اي نوع شوكولاتة تحبوه، في انواع كتيرة في السوق شوكولاتة مطبخ والكلام ده بتبقى ظريفة جدا، فانتوا ممكن تجيبوها وتكسروها خالص بالسكينة كده عشان تبقى سهله انها تدوب معاكم بسرعه، غير لما بتتحط مكعبات كبيره بتبقى رخمه شويه بتاخد وقت اطول، فانت لما بتكسريها كده بالسكينه بتساعديها انها تدوب معاكي اوام. والبوله اهي انا حاطه فيها الشوكولاته والكاسرولة كده صغيره فيها ميه سخنه، نقوم حاطين فيها البوله. اهم حاجه بس ان البوله من تحت ما تكونش لامسه سطح الميه، لا يعني ما تكونش ده لامس سطح الميه في الحله، دي اهم حاجه، المية تبقى دافية أو تبقي مشغلة النار على أهدى حاجة لغاية ما الشوكولاتة تسيح معاكي، دي أكتر حاجة آمنة نسيح بيها الشوكولاتة البني أو الشوكولاتة البيضة. لو عايزة بقى تسيحيها في المايكرويف ينفع، بس بتبقى محتاجة منك مهارة شوية، بعد 15 ثانية تبصي على الشوكولاتة وتقلبيها وترجعيها تاني مثلا 15 ثانية عشان الشوكولاتة ما تتحرقش معاكي، فأنت بقى براحتك اعملي اللي أنت عايزاه. نجيب بولة حلوة كده ونجيب فين السباتشولا بتاعتي، تعالي انتي، ماشي، هنحط جوز الهند كده، وهنزل بالحليب المكثف المحلى، نظرا ان بشر جوز الهند ممكن تجيبيه مختلف مثلا شويه عن اللي معايا، فانا عملت ايه، انا ما حطيتش كميه جوز الهند كلها، فاهمين قصدي، يعني حطيت وخليت شويه كده حلوين، وحطيت اللبن المكثف المحلى وهقلب، حسيت انها مسكت معايا وربطت كده، عرفت اكورها او ابططها ومسكت نفسها، تمام مش هزود جوز هند، لو حسيت انها لا لسه سايله محتاجه هزود،
يعني خليكي دايما مسيطره، ما تتعامليش كده تدلقي كل المكونات مع بعض مره واحده، لان وارد مثلا تكوني انت جايباها ناعم زياده عن اللزوم ولا حاجه، فتبقى المقادير معاكي مش اظبط حاجه، فتضطري تحتاجي كميه اضافيه مثلا من اللبن المكثف المحلى مثلا. فاهمين قصدي؟ فيعني ايه ظبطوها كده. بصوا انا حطيت اهو، ومع التقليب اللبن المكثف المحلى ظبط الدنيا اهو، قفل ايه كميه جوز الهند. عايزه امسكها بايدي واتاكد، يعني بصوا كده خلاص انا مش هكمل بقيه جوز الهند اللي معايا. بس فهمتوا بقى قصدي؟ دايما اعملوا الحركات دي. ممكن نعملها، بصوا احنا ممكن نعملها مدوره، او اعملوها الشكل اللي زي اللي في السوق براحتكم. بس احنا مثلا لو عملناها كوره كده، بصوا الجمال، فتبقى ايه صغنونه كده وظريفه، ونغطسها في الشوكولاته، وهوريكم ازاي دلوقتي علشان ايه نسيبها برضو الشوكولاته تمسك عليها وتتاكل بقى، بتبقى رهيبه خطيره. ادي واحده اهو. او ممكن برضو اعمل معاكم الشكل اللي موجود في الاسواق، بس انا مثلا حابه قوي انها تبقى مدوره، ممكن تعملوها رفيعه برضو براحتكم. يعني هو اللبن المكثف المحلى مسك الجوز الهند وخلاهم كده ايه متماسك مع بعضه، فبصوا خطيره اهو. فاهمين قصدي؟ خلاص يا شباب كده صورتوها. ايوه. او نعملها زي اللي موجوده في الشركات والسوبر ماركت بقى، الانواع اللي بتتباع. انا خدت واحده اكبر شويه، وايه وهحاول كده ايه اعمل لها الشكل اللي هو الميني كمان، يعني في منها كده بيتباع في اكياس خصوصا المستورده بتبقى ميني. بصوا اهو بالشكل ده اهي، بصوا كده اهي. فلما تتغطس في الشوكولاته بتبقى خطيره. انتوا بقى براحتكم شكلوها زي ما انتوا عايزين. انا عايزه بس اجيب طبق عشان اوريكم حاجه. محتاجين برضو ورقه زبده. ايوه هنا في ورقه زبده اهو. انا مش سامعاكي يا سمر. حاضر. ورق الزبده ده هيعمل ايه؟ هيسهل عليا ان انا لما ايه اغطس الكلام اللطيف ده في الشوكولاته واحطه على ورق الزبده والشوكولاته تمسك، اقدر اشيلها بسهوله، غير لما نحطها في الطبق هنلاقي الشوكولاته لزقت في الطبق برضو. فاهمين قصدي؟ هنا كده احنا عايزين شوكه، ناخد الكوره دي اهو كده، الشوكولاتة السايحة كده، وإيه هحاول أنتظر كده عليها شوية عشان أي شوكولاتة زيادة تنزل، وبعد كده أروح على طول على ورق الزبدة بالراحة كده، بس لغاية ما تمسك نفسها وتبقى تمام. ناخد الطويلة دي كده اهو، بحيث انها ايه تبقى مغطيه تماما. وناخد برضو كده بالشوكه انه كده، نعملها ايه نشيل اي بس شوكولاته زياده كده على الوش اهو، هتفضل كده تنزل. معلش بقى، يا اما بقى تبقي عندك شبكه كده تبقي حطاها فوق البوله دي، شبكه صغنونه بحيث ان انت ايه تحطيها وتنزل وتكملي بس كده. ونحطها على ورق الزبده اهو. فهمتوا قصدي بقى؟ اول ما بتمسك الشوكولاته عليها تتخلع بسرعه
عادي بسهوله من ورق الزبده، وتبقى معانا بقى شوكولاته لذيذه جدا وجواها بقى جوز هند زي اللي احنا بنشتريها، بتبقى تحفه سهله جدا وخطيره. احنا عاملين هنا اهو ده شكل من الاشكال مبطط كده، ولو تحبوا برضو تغطوها من على الوش بجوز هند مثلا ولا حاجه تبقى ظريفه، هتلاقوها تحفه. انتوا بقى جربوا براحتكم وعيشوا حياتكم بقى في اللذاذه والجوز الهند والحاجات الحلوه دي. انا بحبها جدا الشوكولاته دي جدا، اكتر شوكولاته بحبها اللي بتبقى فيها جوز هند دي، مع ان انا شخصيا ماليش في جوز الهند قوي، لكن هي دي الحاله الوحيده اللي انا باكل فيها جوز الهند. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وجربوها. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض بيتزا الجلاش، وصفه سهله جدا ما فيهاش حاجه ابدا، بدل ما نعجن بقى والكلام ده عملنا الجلاش، استخدمنا الجلاش. وزي ما اتفقنا ان الجلاش ده صديق الام المصريه، ينفع في الطوارئ، طبق جانبي او في العشاء او في المدرسه، جالك ضيوف يعني تقدري تظبطي الدنيا. جربوها كده قولوا لنا ايه رايكم. والوصفه الثانيه عملنا الشوكولاته اللذيذه دي بجوز الهند وغطيناها بالشوكولاته، يا رب تعجبكم. انا بشكركم قوي قوي ان انتوا تتفرجوا عليا. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.